بعد ما استنفذنا جميع الوسائل القانونية من مراسلات من طلب لقاء وتذكير بطلب لقاء إلا الشركات المستجيبوه هم مجلس المدينة الدار البيضاء من وضع واحد الحوار حقيقي واحد الحوار جاد ومسؤول حول المطالب الأساسية والقانونية للإخوان ديالنا ديال عمال النظافة وعلى رأسها الزيادة في الأجور وفي المنح من عيد الأضحى من عاشوراء من الدخول المدرسي وكذلك الترسيم ديال الإخوان ديال تيكترا اللي كيتزاولوا العمل ديالهم بهاد الشركتين بجوج ما قدروا هو سنتين اللي كيتزاول سنتين وباقي الآن ما ترسم ما والو. بغينا الشركات باش يفتحوا واحد الحوار حقيقي واحد الحوار مسؤول مع ممثلين اتحاد المغرب شغل من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعمال النظافة اللي كيعانوا الأمرين من ناحية العمل من ناحية أدوات العمل وأدوات الاشتغال ومن جميع الظروف اللي ما مناسبهش لهذا العمل اللي كيقوموا به الإخوان بمدينة الدار البيضاء. الشركتين بجوج كيخرقوا القانون، كاين في مدون الشغل 6 شهر ونهار خاص الإخوان ديالنا ديال العمال المقاتلين يترسموا يتم ترسيمهم ويدمجهم في الشركة، إلا عندنا الشركات وخاصة أفيردا اللي كاين العميل اللي هو كيخدم أكثر من عامين ومازال الان ما رسموش وداز الشركه الان كتقول لهم باش يديروا طلب باش يعاودوا ثاني الكونترا من جديد. لا يعقل واحد العامل خدم واحد عامين ديال الاشتغال وسط الشركه وتجي الشركه الان كتقول تهدوك وكاين تهديد اما تعاود الكونترا او تطرد من الباب.